موضوع سلمان القريني بالأمس أو قبل أيام، طبعا تعرفون أنه أصدر قرار بإيقاف الكابتن سلمان القريني مباراة بسبب طبعا ما حدث حسب ما روي من اعتراض من قبله، وتم استبعاده من المباراة، ثم صدر قرار بحقه من قبل لجنة الانضباط. طبعا قبل أيام أيضا، وفي حديث لرئيس لجنة الحكام في اجتماع الشهري مع الإعلاميين، قال بأن قرار الحكم لم يوفق في استبعاده للجريني، وأنه كان مخطئا في ذلك. الجريني يتساءل ويوضح، وهو معنا على الهاتف الكابتن سلمان الجريني مدير الكرة بنادي النصر. مساء الخير أبو حمد. أبو حمد السلام مساء عليكم. الخير. ألو، مساء الخير أبو حمد. السلام عليكم. عليكم السلام، هلا يا غالي، حياك الله. مساك الله بالخير أستاذ عادل، وتحية الضيوف أهلا الكرام وسهلا فيك. السادة المشاهدين. ترفعوا لي صوت الكابتن سلمان لو شوي عشان نسمع. كابتن، قبل قليل كنت تتحدث عن استئناف مؤخر الذي رفعته. أولا، هل صدر أي شيء بحق هذا الاستئناف؟ هل وصلكم شيء؟ هل سألت عن خلال الفترة الماضية؟ والله طبعا ما سألت، لكن لم يحدث حتى الآن، لم يحدث أي شيء، رغم أن الاستئناف يعني تقريبا تقدمت به يعني قبل أكثر من 11 أو 12 يوم، ويعني وصلنا القرار يمكن يوم الثلاثاء في الليل. أنا تقدمت الاستئناف يعني الساعة يمكن 12 أو 1 الظهر يوم الأربعاء، وأنا تقدمت بالاستئناف. طبعا العقوبة نفذت ولا حضرت مباراة الفتح، وإلى الآن لم يصدر أي شيء من لجنة الاستئناف. طيب، استمعت لحديث عمر المهنة؟ نقل لي صراحة لم أستمع له، لكن حتى أنتم طرحتوا يبدو لي في برنامج، في يعني في برنامج الملعب في قبل فترة، صحيح. لكن طبعا بالنسبة لي طبعا أشكر الأستاذ عمر المهنة، طبعا ثقتنا في لجنة الحكام برئاسته يعني ما لها حدود، والأستاذ عمر من يوم يعني تولى رئاسة اللجنة، ونرى فيه إن شاء الله يعني متفائلين إن شاء الله أنه يعني تطور لجنة الحكام وشفافيته، والآن حتى هذا الاجتماع الشهري يعني أعتقد أنه برضه مفيد للحكام وللإعلام وللرياضيين للاستفادة طبعا لمناقشة الأخطاء. سمعت يعني الكلام اللي او نقل لي الكلام صراحه، لم اسمع صراحه، لكن نقل لي، وكان في شفافيه يعني من الاستاذ عمر، طبعا لعله يكون فيها فائده للحكام وللرياضيين، سواء للاداريين او للاعبين او للحكام، لان الهدف في المجمل تطوير الرياضه السعوديه، وهذه خطوه. انا بالنسبه لي ترى تقدمت بالاستئناف يعني لعلها تكون خطوة في التطوير، يعني على أساس استفاد منه، لأن يبدو لي أن الحكام بعض الحكام ولا يعني لنا يعني ثقتنا في حكامنا إن شاء الله كبيرة، نعم، لكن بعض الحكام يبدو لي يعني، لأن أنا اللي أزعجني من الموضوع يعني الاستبعاد، أوكي يعني استبعد الواحد، وكان حتى شكل طريقة الاستبعاد وده يعني فيها شوي، أنا أحس أن فيها شوي ما نبقى إلى عدم احترام، لكن يعني فيها شوي نوع من التسلط، انا اقدر اسميه التسلط، يعني يعني حتى الشكل اللي صار فيه، لذلك يبدو لي يعني ما كان له داعي، حتى الاشارات الحكم والاشياء هذه يعني لا لا لا، مهما كان لازم يحترم الشخص انه يؤدي مهمه، يعني كل الناس الموجودين في الملعب كلهم يؤدون مهمات طيب. الملعب ما جاء يعني كذا عبث، كل واحد له مهمه، طيب. كل واحد يفترض انه عارف اللي له واللي عليه، ولا وضعت العقوبات ولا اللجان الا لتصحيح بعض الاشياء. انت ما لكن احيانا يعني الاسلوب مهم، الاسلوب صراحه مهم حتى في التعامل، يعني لازم نتقي حتى في طيب. التعامل. هل يكفيك ابو حمد، معليش، هل يكفي عشان الوقت، هل يكفي اعتراف المهنة، انت برايك تعشر بانه هذا كافي وخلاص، الاستئناف بالنسبه لك لم يعد مهما؟ لا، انا بالنسبه لي الاستئناف ترى مو بعمليه انه رد اعتبار او لا، الاستئناف يعني انا خليها جزء من ثقافتنا الان، اننا ثقافه التطوير، نعم، لان على اساس يعني انا اتوقع بعد الاستئناف هذا، اتوقع يعني حتى يعني العاقل بعد برضه يعني اتوقع الحكام، حتى خاصه الحكام يعني اللي يكون حكم رابع، يعني اتوقع انه بياخذ حسابه بعد المناقشه اللي صارت،
يعني لنا مكتوب في القرار كثرة الاعتراضات، واللي فهمت انه سأل الحكم الرابع قال وش ما رد، وهذه مشكلة. يعني من يفسر الاعتراضات؟ هذا السؤال. يعني انا اعتقد ان الحكام يعني زي ما قلت ثقتنا فيهم كبيرة وعلاقتنا بهم ممتازة ونتمنى التطبيق، لكن من يفسر الحاجة الاعتراض وش هو الاعتراض؟ أنا يعني إذا جينا نقيس على هذه أعرضها على المنطق، المباراة كانت في بداية الموسم ضد الفيصلي، إن الفائزين الدقيقة 25 من الشوط الأول لم يطلع علي أي لقطة تلفزيونية في الاعتراض، كيف طيب من يفسر الاعتراض؟ لذلك يعني أنا أشكر لجنة الحكام، أشكر بصدق الأستاذ عمر لتوضيح الحاجة هذه حتى يستفيد منها الآخرين. طيب. معليش أنا أتحمل هذا، لكن هذه لنتركها جزء من ثقافة التطوير، أنها تكون خطوة في تطوير كرة القدم عندنا، وهذا جزء الحكم مهم. طيب. أنا أعرف أنهم يتعرضوا لصعوبات وضغوط الحكام، لكن برضو هذه جزء من تطوير الرياضة عندنا. إذا تطور الحكم وكانت ثقته في نفسه أكبر، لأنه يملك السلطة، يفترض أنها تكون ثقته في نفسه أكبر لأنه يملك أصلا سلطة القرار في المباراة. وضحت الصورة، شكرا لك أبو حمد، أعطيك العافية، شكرا على الاتصال، شكرا على التواصل معنا.